السلام عليكم ورحمة الله. نتعلم مع بعض تلاوة سورة الانفطار بأحكام التجويد. احنا خدنا في الفيديو اللي فات لغاية الآية 9، هنبدأ ان شاء الله في الفيديو ده من اول الآية 10. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن هنا النون مشددة تبقى غنة بمقدار حركتين. عليكم، حرف الكاف مضموم والميم اللي وراه دي هتبقى مظهرة، يبقى اقول عليكم كم، اضم الكاف كويس. لحافظين، هنا ما اقولش لحا، لا اقول لحا لحا، وبعد حرف الحاء في الف كده صغيرة، دي تعتبر مد طبيعي بمده حركتين. لحافظين، والفاء والظاء مكسورين، اكسرهم كويس. وحرف الظاء من الحروف اللثويه اللي بخرج فيها طرف اللسان. يعني اقول الايه ازاي؟ وان عليكم لحافظين كراما كاتبين. هنا في تنوين ورا حرف الكاف، هنا هيبقى في اخفاء، هقول كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. يعلمون، العين بتبقى عميقة كده، تبقى من جوه كده، يعلمون ما تفعلون. هنا الماء، هنا في برضو مد طبيعي حركتين. تفعلون، هنا الفاء من حروف الهمس، طلع فيها وش، اقول تف تفعلون. إن الأبرار، إن برضو هنا دي غنة بمقدار حركتين، النون المشددة. الأبرار، هنا الباء مقلقلة عليه عشان هي ساكنة، والراء هتبقى مفخمة علشان هي مفتوحة، أقول إن الأبرار لفي نعيم. اخلي بالي ان الياء لفي، هنا ده برضو مد طبيعي حركتين، لفي نعيم. ان الابرار لفي نعيم. وان الفجار، برضو النون المشدده غنه مقدار حركتين. الفجار، خلي بالي من الجيم مشدده فمعناها ان هي حرفين. لفي جحيم، برضو الياء لفي فيها مد طبيعي، ما اقولش لفي جحيم، لا اقول لفي جحيم. يصلونها، يصلونها، الصاد من حروف التفخيم وكمان من حروف الهمس، اقول يصلونها يوم الدين. من بعد الميم على طول يوم، اجيب على طول الدال، يوم الدين، عشان كل الحروف اللي ما بينهم دي ساقطه. وما هم عنها، هم الميم هنا الساكنه تبقى اظهار، عنها النون الساكنه ورا حرف الهاء هتبقى اظهار حلقي، عنها يعني هظهر النون. بغائبين، هنا ده مد 4 حركات، ده مد واجب متصل. وما، هنا مد جائز منفصل 4 حركات برضو او 5. وما ادراك، الدال هنا مقلقلة عشان ساكنة والراء هتبقى مفخمة. ما، هنا برضو المد طبيعي، ما يوم الدين. وما ادراك ما يوم الدين. ثم، هنا الثاء مضمومة وهي من الحروف اللثوية اللي بخرج فيها طرف اللسان، والميم المشددة تبقى برضو غنة بمقدار حركتين. ثم ما أدراك ما يوم الدين، نفس الآية اللي قبلها. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. نفس، نفس، هنا تنوين ورا لام هتبقى ادغام بس من غير غن. نفس لنفس شيئا، في تنوين ورا حرف الشين، هنا هيبقى فيها اخفاء. والامر، والامر، ما اقولش والامر، لا اقول والامر. يومئذ لله، يومئذ، هنا برضو تنوين ورا حرف اللام، هنا يبقى فيها اخفاء.